لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا مروحة، مروحة ما بيقدر ينام بدون مروحة. أنا بس بدي أفهم ليش مشغلة هالمروحة؟ يخرب بيته من حولك، برا لسه عبرد بوز بس مشان تجينا فواتير كهرباء. ها يخرب بيته من حولك، شو بدنا نفيقه هاد؟ أنا ما عدى عليه بني آدم بنام هيك. أو لك هالصوت هاي شبهك، ليش حطيت؟ منين هالصوات اللي كانت طالعة؟ هي من عند الجيران. فيقوك مو؟ لا يا شيخ. يا صبر أيوب على الصبح. نعم بابا. خير؟ إيش في؟ اتجو. نعم. ولك شو عم تقول أنت؟ لا 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 ما 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 بقوا شيء، ما بقوا شيء. شو قد صارت الساعة هلا بالله؟ الساعة هلا، الساعة هلا 7 تمام بالضبط. شو؟ صارت الساعة 7؟ يا عين عليك. يعني بقول لك افطار نص ساعة بس؟ دك حبيب قلبي، أنا ما بحب أفيق غير بهذا الوقت. I love you bro. إيه قوم قوم يلا قوم. بسرعة صارت الساعة 7 الصبح. شو؟ 7 الصبح؟ 7 الصبح؟ يعني قبل شو حاله وأنت؟ وري وعجبش اللي شاغل بالك ومخليك ما تنام هلا بابا؟ أمك بدها الأرض من تحت، بدك تنزل تجيبهم معي، قوم يلا. يا عيني عليك. النهار مبين حلو من أوله. هلا سؤال بابا، أمي طلبت تجيب الأغراض أنت منك طلبت مو هيك؟ إيه مني طلبتهم. ممتاز يا عيني عليك، معناها روح توكل على الله جيب الغراض اللي قلتلك عليه هون وبس ترجع فيقني وطمني عنك. نعم. ايش امرك لك زبيبه؟ زبيبه؟ بابا كرمال الله، لما امي قالت تبعتني تطلب مني غرض انا بجي بقول لك شيء؟ بجي بقول لك تعال انزل روح معي شيء؟ ما حلوه انزل معك، يعني ما حلوه كلمه تروح تاخذني معك. لك الناس ايش بدها تقول؟ الجيران ايش بدهم يقولوا؟ ما بيعرف يشتري غراض عم بياخذ معه ابنه عشان يشتريهم. انا كرمالك والله لا بتعرف انت، اكيد نزلت معك فورا. يعني لا تعذب حالك، بدك تقوم يعني بدك تقوم، فبتحب تقوم كرامتك؟ بتحب اشحطك شحط على السوق؟ لا 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 تعذب حالك، انا بقوم بكرامتي. هيك هيك راحت النومي. بسرعه وراني، انا بس بدي افهم شو بده يحسب لك السعر اذا بتنام. الحقني يلا بسرعه. اللهم اني صائم، اللهم اني صائم يا رب. انت شايف، انت شايف خدي حقي من هالاوباش هدول. وركعت شعري، قطع شعري، قطع شعري، ألم عليكم أهل الحارة كلها يا تشبه الجنيبة. ليش مفيطي أمي شحاد وبنتها إيش في؟ ولك إيش في؟ أنا صايمة، أنا بني آدم وصايمة. خلصتي المرشح اللي عندك؟ أنا راح أعتبر حالي إني ما سمعت شيء منوب أبداً أبداً، ولك يخرب بيتك من حالك. لأيما بدك تضلي نايمة؟ ولك اتخذ قرف منك صار يقول لك قومي، ولك ما خميتي من كتر النوم؟ بعدين هذا أنو أجر صيام بده ينحسب لك؟ لازم تقومي وتتعبي لحتى ينكتب لك أجر صيام بسرعة. شمنا عن ايديك وبدنا نبلش تنظيف البيت كلياته قبل ما يصير الظهر. لا تنظيف ولا غيره، انا داخل انام، الله يطعمكم حدا يقرب ولا يفيقني، مهلوسه بحكي مع حالي بطلع راسي بالحيطان والله. ما مشكل روحي؟ ما قلتي لي يا عمري، من انو غرفه بدنا نبلش؟ يلا رح ابلش بغرفه الصرينيه انا سابقتك. هيك كثير انا عطشان عم بموت ولي لك ولا انا رح حطلطع روحي من تنظيف البيت، بدي انام بس، بدي انام بس دخيلكم ولي. اللي فكر مجرد تفكير فيقني بس، بدي ابتلي فيه قولا واحدا. خدوج امي، امي عم تصلي. ولك ايش شو لسه؟ ايش شو؟ ايش شو؟ ايش في لسه؟ نعم ايش بك امي؟ ايش جاي ما خرج اجدين هلا عبالك شو تحطيها براسك؟ لا حبيبتي انا منو قال لك انه عم بستغلك كرمال تجدي؟ لا اذا تعبانه وشايفه حالك تعبانه ارجعي روحي نامي مباشره، انا كل شيء ولا تعب هيك، خلص منعيف الجاي بعد الافطار، يعني وين المشكله؟ نعم شلون؟ اي ما لحظه انت مين؟ ايش شو مين انا يخرب بيتك من حالك؟ انا امك، هلوستي فقدتي الذاكره؟ اسمعي صحصحي معي لانه انا مجهزت لك مفاجاه رح تكيفي عليها. لسه في مفاجاه؟ الله يستر بس خير. انت مو كان بدك تليفون جديد بدل التليفون اللي معي؟ امبلا امي، من ايمت قايلت لك؟ كل ما بقول لك بتقولي لي بعدين وبعدين، اخر شيء على اساس على رمضان رح يجي العيد ولسه ما شفنا شيء. ايه طولي بالك طولي بالك، مشي الحال جبت لك اياه فرجي. شو هذا الي؟ طبعا اليك، لكن امي بده يكون؟
خدي امسكي. انت متأكده امي؟ بدي اخده الي ها؟ ما عاد رجعوا منوب. يو شبك قصة لك؟ عبال لك هذا لك. يس انا وين حيلت ده؟ وين عبادك؟ تعال نعم شبك بابا؟ انا صايم ها عم بذكرك بس روالي اعصابك روالي اعصابك لانه هيك عندي مفاجأة رح تكيف عليها. نعم مفاجأة؟ من ايمت مانع قصدي شلون ايمت ايش ايش هي؟ ما بعرف فكر انت. معقول بده يكون يعطيني المصاري طلبته منه؟ لا ما بصدق ما بعرف. انت قصدي بابا ولا ما بعرف؟ ما تتذكر تذكر يعني مثلا انت ايش طالب مني شيء وانا كنت عم باجلك؟ شغله؟ ليش شغله وحده؟ قول شغله. ليش انا ايمت طلبت منك شغله انت لبيت لي اياها؟ واخر امبارحة لما طلبت منك مصاري بدي الزم على رفقاتي وما اعطيتني مصاري، صاير ملاكم تكرم عيونك ولا يهمك. مسوك اقول لك مسوك 100 200 ولا اقول لك والله مالي عدهم، خذهم كلياتهم لك شبرق فيهم. فرجيني لشوف بابا هدول 500 درهم هدول 500 اخذوا لي هدول اللي حطهم جيبي الي صاروا حلال رزقي يعني ها. ولك ايه شو بدك توصل لك؟ حتى مو بس هي المفاجأة اللي كنت انا محضر لك اياها يعني. لسه في؟ والله تشوقت. شو هي المفاجأة؟ مسوك من هون رايح هاد صار لك. هاد كأنه مفتاح سيارة. ولك ايه هذا مفتاح سيارتك يعني سيارتك الخاصة لك بس وين بدك بتروح فيها وين بدك بتجي فيها من هون رايح هاي سيارتك هالمفتاحة. لا بقى كل شي لعبادة بابا لموتك سكيت بورد تبعي انكسر بده تصليح. وانت مين لك الحكي؟ روح شوف الغرفة السدرانية انا ساويت لك. لحظة انت ايش محصل لك؟ دخيلكم دخيلكم بدي ابرك رحيلكم علي بدي ابرك دخيلكم. وين السكيت بورد عبالي صلحوه؟ اوف والله صلحوه لك رجع مثل ما كان. بابا بس لحظة شوي خليني افهم عليك انا. انت صاير لك شيء؟ عم بتوزع مصاري وعطيتني سيارة وسكيت بورد وما بعرف شو ورزت انت عطتك وردة وما لنا خبر قتلوج ولا عبادك طلع امي جابتني فرجيني اشوف. يخرب بيتك هذا ايفون ولا ليش بدك تعرفي تفتحيه بالاصل؟ طلع ايش عطاني؟ طلع مصاري ومفتاح سيارة. بابا انت بس فهمنا ايش في ايش عم بصير؟ طعتك وردة يعني ولا اكتشفت كنز مشان نعرف؟ انا شاكك بشي. لحظة شوي لا موضوع نظامي. ولك انت ليش بينك الساع؟ مو اساس بدك تروح مع رفقاتك تتفتل؟ روح خد السيارة وخد رفقاتك وروح يلا مالي راجع على البيت لاخر الليل. لا صار لازم نعمل ديكور جديد للسيارة بما انه صارت سيارتي. يلا شوف عبادة بدك تعرف تسوق لو تعمل لنا شي حادث كمان؟ لك هلا بتشوفي اخوكي معلم شوفير قبل عن جد حوادث قال. لحظة شوي كأنه هيك جدي؟ اوعكم تصدقوا رح تجيكم مصيبة كبيرة تطب على راسكم بعد هالهدايا هدول. لحظة شوي ايش بو جدي وين راح؟ بعدين ايش قصده بالمصيبة؟ انا بعرف يصطفي ما استنى نحن خلينا نمشي. يا ربي دخيلك عبادة اسرع اكثر شبك ليش خايف دوس دوس يا ربي دخيلك اصرنا هدول ولقم بطيخ ام عبادة تعال شوفي ولادك يلا ايش في الصاير اقولك عم بحكوا مع حالهم هن نايمين هلبسوا قولك هدول طعالن ولا شو يخرب بيتهم من حالهم بس ما في غير حل واحد انا بلجأ له على طول لحتى افيقهم تفرج هلا وبتعلم شلون فيقوا قولك عم هلكم كنت عملت حادث عمش كان الايفون انكسر لا وشوف هذا كمان عم بحلم انه عم بسوق سياره بلاش مع سياره مرسيدس ولا افانتي ولا شو لا وهديك عم بتقول مع ايفون كمان بلا ايفون شو ايش فيه الصاير لك انا وانتي وبو كنا بالشارع عم نسوق السياره اللي ابوي اعطاني اياها ولك ايه صح حتى انا كان في معي تليفون ايفون احنا جابنا لهون وين التليفون هذا اللي صار كلياته كان هلا حلم لا وجدي المصيبه اللي انا رح تطول فوق راسنا هي هي انا عايش بمستشفى مجانين اقسم بالله العظيم صار بده المعالجه يا طول بالك مشان موضوع العلاج
علاجهم عندي، لأنه ما حدا رح يعرف يعالجهم مثلي. قومي يخرب بيتك من حالك، صار المغرب، صايمة قلتي لي مو هيك؟ أيوة هي هي أمي اللي أنا بعرفها، هي أمي اللي أنا متعود عليها. Good morning mom. وأنت وأنت قوم 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 جيب معروك وسوسة الفطور، يخرب بيتك من حالك، راح يقدين. عم بستناك يا خدوج، حايني الحقني لبرا بسرعة، عم بستناك. لا لا أنا هيك ما أتحمل النوب، أنا نفذت صبر النوب خالصين. خدوج مسكي مسكي، بدي اياك توصيني اوصيني. طلع انا كنت خدمتك كخدمه هلا يعني، بس انا مين بده يقوصني؟ بدي اوصي حالك بحالك بعدين. هلا اوصيني اول شيء، ريحيني اول شيء، اوصي اوصي. طيب يلا سبات انت. فاضي شو؟ فاضي ولك لسه ما عم تدوق او لا. رمضان يجمعنا.